عبد الله جامع عثمان جلجيره وكان من السياسيين الصوماليين اللي مر كان سوق تحليل وزاره ورفافينتا ايا شيغي ان هادلاده كسو ييريا بارلمانك يا حكومه الصوماليا ان وخبا كدولين كو اي هوري ورن جيرين واخ سامينن كو يلان دونين صوماليلان وهي ان اول بقبلي وبين التسلسل وها قبل وحوي وح كلي ومديسين اي كو لابان وح دخدود يالي خلاف كود يالا دخدود يالا اي مرك اي دخدود يالا وح كو لابان وحوي مرك صوماليلان اي حماينيا اما وح اسلين يالا اما اي وح سهول جيدا ودان بي اي ميدوبان تي وبي نو حقيقي ودادك وحي ان سلا فهم سنين اي ولبا دليرادا حدود هي حكبة حان إذا ماذا كينيا وأنا عين كاسو هراء أو بدن أي أسو صارين أو جدو هذا ميت نبو موسى عرين سو ما يبغينا وهم بيتوسين نعيب هاي إنه هيان يو إن يكون مدوبان أنت واحد بردك تاع إن يحميان بديدوت وحن سير كينيا إن يكسر له بحد دونان dad taa ku diidan gudahood oo oran doona war xumaantii naga daayay iyo xasadka yeeri Soomaaliland xumaan oo doon Soomaalana waan ka rajaynayaa siyaasi Cabdullaahi Galjire ayaa waxa kale uu ka hadlay cabashada kasoo yeeraysa mas'uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta Telecom waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la eego oo la dhageysto cabashada shirkadda isagoo xusay in qaar kood goobta uu ka soo ahaa xilligii uu ahaa wasiirka waxa isku diideen wali maan garan لكن تي هوري وحيابي كتسري ويجري وانا جيجنا انا خلاص شغيني حكومة دا انا قعد سنين وحلقة بدلو لكن سورة جلواي ويجري وواحد جود هنا شركة لها وضنا كشغية نوع دون احنا هذا وشركة دا اي نولين اي نو او ودلين ان الاليو وعدالة الله فرو شركة دا اي نولة ضدك اي نولة ومدينا نور من عدالة شوالي نقولي ماذا حوينها عصب يعني حكومة ضن عصب أكل مية تايا دي وي هوري أنا نو ما أقول كده كل شيء نو هي كقل ضمي هدي كلان وأنا قارو بحيبة أنا هو رسالة ثلاث عمر كل شيء وهاي كم تهي كيف تلو دي دي إن أي كسر قاعدة تحرم تيده وهاي حرون أي كلو اللي هذي يدو جيسو لو دي ده كم تهي وهاي حيوان أنا كجر قلي عطسك قلي أي كم تهي iyo waxyaabo kale badan ay ka cabanayeen inuu madaxweynaha cusub eego hadii ay weydiistaan oo ay ilaahan madaxweynaha deehan oo cadaalad soo waxyaabaan ka cabanayeen hal leeyo ceeb ma haban qaba kulligoodna shirkada inay noo silnaadaan way hadii ay Soomaaliland xukuumadana siday dadka mas'uuliyad uga saaran yahay dadkeeda ayaa shirkadaheedana ay mas'uuliyad uga saarantahay